مرحبا أعزائي متابعي قناة برلين بعين عربية. الفيديو مات اليوم عن الفايبر، وتحديدا كيف راح أحذف حساب الفايبر نهائيا. قبل ما أبدي شرح، أتمنى كل شخص يدخل على هذا الفيديو أنه يشترك بالقناة ويفعل الجرس ولايك للفيديو، وخليه يدخل من داخل الفايبر أشرح لكم. نحذف حساب الفايبر نهائيا، راح ندخل على الفايبر وندخل على الإعدادات، نروح على الحساب، وهنا إلغاء تنشيط الحساب. إلغاء تنشيط معناتها حذف الحساب. هنا راح تدخل الرقم اللي أنت سجلت به. بعد ما سجلنا الرقم هنا راح نعمل إلغاء التنشيط. إذا عملنا إلغاء تنشيط راح يؤدي إلى حذف بياناتك بشكل دائم، فنعمل إلغاء تنشيط. والآن نحذف الحساب، لو حبينا أنه نسجل راح نسجل من جدة وجديد. هذا حبيت أشرح لكم عن هذه الطريقة، أتمنى بنهاية الفيديو استفادت. ادعموا قناتي برلين بعيون عربية باشتراك ولايك، فعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد من عندي. مع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا، مع السلامة. أي سؤال أو استفسار أي مشكلة اكتبوها بالرسائل، أنا حاضر. شكرا لكم، مع ألف سلامة. قبل ما أنهي الفيديو فقط حبيت أشير بعض المعلومات المهمة لكل واحد يستعمل التطبيقات والأجهزة. دائما ادخلوا على الفيسبوك والتليجرام وحتى السناب والإنستغرام، اتأكدوا ما في أحد داخل حسابكم، لأنه للأسف أنا اليوم دخلت يعني صارت عندي مشكلة فحذفتها، فللأسف الكود بعد ما يجي يقول لي تم رفض من قبل الجهاز الآخر، فمعناتها في أحد داخل بحسابي. فأتمنى دائما تتأكدون بالنسبة للإنستغرام والفيسبوك وأيضا حتى التيك توك، تعملون رمز المصادقة ثنائية أو التحقيق بخطوتين، حتى تمنعون أي واحد غريب أنه يقدر يسجل بحسابكم. وسجلوا الكودات على ورقة حتى لا تنسوها ويضيع الحساب. تحياتي لكم، مع ألف سلامة، أو اربطوها ببريد إلكتروني. مع السلامة.